على واقع تطور وتعدد وسائل وآليات التجميل، أطلق متخصصون بهذا الفن والمهنة دعوات إلى ضرورة تجديد الرقابة، سيما مع وجود الكثير من الدخلاء على قطاع التجميل. ابتسام رمال والتفاصيل في التقرير التالي. الكويت تعتبر من أكثر الدول التي انتشرت فيها عمليات التجميل بشكل عام، ولكن هل يضعها ذلك على خارطة السياحة التجميلية والعلاجية؟ المتخصصون في هذا المجال يرون أن عالم التجميل عالم كبير وشامل، وبالتالي يشكل مصدر دخل كبير، ولكن لابد من رقابة أكبر من قبل وزارة الصحة لضبط ومراقبة العاملين في مهنة التجميل. لاحظ آخر تقريبا 5 سنين كان عندنا اتجاه للسياحة التجميلية كثير. يعني مثال، أعطيك مثال، الأسبوع اللي فات كان بالسعودية إجازة أسبوع، أغلب مرضانا كانوا من السعودية، وطبعا هنا كنا نتفاجئ أن اشمعنا من السعودية، فنكتشف أن فعلا عندهم إجازة. والفترة اللي قبلها كان عندنا كثير مرضى من الإمارات، والسبب أن عندهم إجازة بالإمارات. فأعتقد أن هذا اختيار جدا صحيح وناجح جدا في السياحة التجميلية بالكويت. السياحة التجميلية إذا اهتمت شوي الكويت بالشيء هذا، خاصة المستشفيات، مو شرط التجميل حتى، أعتقد أنه راح يرد، يعني يعطي إيراد جيد للدولة. إحنا نطلب من وزارة الصحة ووزارة الداخلية أن عمل كأنه كمين للناس الدخلاء، سواء ممرضات أو أطباء غير مرخصين، للقضاء على هالآفة هذه، لأن فعلا يوميا قاعد نعاني في كثير من المرضى. احنا ما نقول ان المرضى ما يلامون، بلى المرضى يلامون، ان انت شلون تروحين حق صالون، شلون تدقين على وحده تيج البيت تعطيك اوبر، خافي من التهاب الكبد الوبائي تايب نوع سي نوع بي، خافي من التهاب الايدز، هذه كلها شغلات تتناقل عن طريق الاوبر. غلط غلط انك تدقين على وحده تنادينها بالبيت، وغلط انك تروحين حق الصالون تحقنين اوبر، هذا في مخاطر على حياتك. أما مضاعفات التجميل فهي ظاهرة في المجتمع، حدثت بسبب إجراء عمليات تجميلية أدت إلى التشوهات، وبالتالي إلى كثرة القضايا في المحاكم بسبب وجود أطباء غير متخصصين أو غير أكفاء. إذا كانوا الدكاترة غير مختصين، يفترض على وزارة الصحة أن تراقب مراقبة دقيقة. أكو جهاز خاص في وزارة الصحة، شنو مهنته؟ مو لازم يتابع الأطباء ويتابع نتائج العمليات التجميلية اللي قاعد يعملونها وقاعد يشوهون بنات الناس وشباب الحين قاعد يسوون العمليات التجميلية. وبالتالي هذه المسألة إن كانت من الناحية القانونية، أنا أعتقد يجب على وزارة الصحة أن تكون دقيقة جدا في قضايا كثير. نعم، يعني اليوم تدري لأي حدث يزيد يعني حجم العلاج فيه يسبب إلى أخطاء كثيرة، وبالتالي إحنا ما ودنا أن الناس تتعلم في البشر، يعني الدكاترة يتعلمون بالبشر. خل تكون المسألة مسألة أكثر فنية وأكثر مهنية وأكثر طبية، حتى يشعر المريض اللي رايح لمثل هذه العلاجات يشعر بالأمان والطمأنينة، ويشعر أن هناك جهاز رقابي فني من قبل الحكومة يراقب هذه المسألة. وعليه فإن التوجه إلى أطباء معروفين ومتخصصين هو الملاذ الآمن للباحثين عن جمال دون تشويه. ابتسام رمال، الراي.